الشهوة نفس القصة، ربنا خلقنا بالشهوة ديت عشان التكاثر، لكن لو زادت عن حدها وصلنا إلى مرحلة بقت فيها كبيرة تغضب الله سبحانه وتعالى، فجات الحد بتاع الزنا اللي هي ازدواج. فشوفي كل حاجة هنلاقي لها قصة عشان احنا مستخلفين في الأرض. فقصة بقى التكاثر اللي المفروض احنا بيبقى موجود عشان مستخلفين في الأرض هتبدأ قصتها من قبل كده. احنا بنتزوج ليه؟ بنتزوج عشان نؤخذ على حصان ابيض من البنات تفكر فيها وهيجي الفارس يخطفنا، مفيش حصان ابيض ولا خالص، هتجوز مفيش اي حاجه من الحاجات دي، بتزوج عشان يبقى لي سلطه ويبقى في واحده ست انا اضغط عليها واعمل واعمل واعمل، ولا بتزوج عشان في مصلحه ورا الزواج ده، ولا بتزوج عشان مديري هيتجوز بنته أو ابنه او ف قصة الهدف. مصالح الهدف ولا قصة الهدف الأسمى لله عز وجل إني مستخلف في الأرض.